السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ومن هم المقصودون بهذا الوصف؟ وهل هذا خاص بزمن معين أم هو مستمر إلى يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات. نعم، هذا ذكره الله في معرض تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصفات التي وصفه بها المشركون، لأنهم وصفوه بأنه كاهن، قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وصفوه بأنه شاعر، فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر أيضا، وإنما هو نبي من عند الله. فقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، أي أن هذا وصف ذم للشعراء، لأن الشعراء غالبا ما يكون شعرهم يشتمل على الهجاء القبيح أو على المجون والخلاعة أو على المدح الكاذب، وغالب الشعر غالبه مذموم، ولهذا يقولون أعذبه أكذبه، فهو من عمل الغاوين. وقيل والشعراء يتبعهم الغاوون، المراد بالغاوين هنا الشياطين، لأن الشياطين تقرب من الشعراء، وكل شاعر له رأي من الجن. وعلى كل حال، على صفة ذم. ثم بين صفة ثانية من صفات الشعراء، قال: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، بمعنى أن الشعراء يشعرون في كل فن من المتناقضات، من المدح والذم والهجاء والمجون وغير ذلك، فهم ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا بشعرهم وألفاظهم، فهم يهيمون في أودية الباطل وينوعون مقاصدهم وأشعارهم حسب ما يريدون، فهم متقلبون، لا يثبتون على حالة، تارة يمدحون وتارة يذمون وتارة يغرون بالفسق والخمر والزنا وغير ذلك، هذا من صفات غالبهم. نعم. والصفة الثالثة أنهم يقولون ما لا يفعلون، فهم يحثون على الكرم والشجاعة والبطولة، وغالبهم جبناء وبخلاء ولا ينفذون ما يقولون، وربما يمدحون أنفسهم بأشياء ليست من صفاتهم، فهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا من أعظم أنواع العيوب، أن الإنسان يقول ما لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم إن الله استثنى أهل الإيمان وأهل الصدق من الشعراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، فالشعراء الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والرد على المبطلين، هؤلاء استثناهم الله عز وجل، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وشعراء الصحابة الذين صار شعرهم للدعوة الإسلامية والدفاع عن الحق والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن نصر الحق، وهؤلاء قد استثناهم الله من الشعراء المذمومين. إذن يفهم من هذا أن هذه الآية لا تذم الشعر لذاته، نعم، وإنما تذم الشعراء الذين يتصفون بهذه الصفات. نعم. أما الشعر متى استخدم في أغراض لنصرة الإسلام ورفعة شأنه فهذا أمر محمود، يدخل في الجهاد. نعم نعم نعم.